اهلا بحضراتكم من جديد. على ذكر الفيفا والكاف وعنايه الاتحاد الدولي ببطولاته وازاي الاتحاد الافريقي يقدر كمان هو يكون حريص على هذه الاشتراطات، منذ قليل يمكن وكالات الانباء طيرت خبرا مهما انه الاتحاد الدولي لكره القدم رفع اليوم الحظر عن الملاعب الليبيه. تعرفين ان الظروف السياسيه اللي بتمر بيها ليبيا الشقيقه كانت دفعت الاتحاد الدولي انه اغلق الملاعب الليبيه ومنع اقامه المباريات في ليبيا، وبقت المنتخبات والانديه الليبيه الحقيقه بتلعب شويه في مصر وشويه في تونس. لا، النهارده الفيفا مع بدايه استقرار الاوضاع في ليبيا رفع الحظر عن الملاعب الليبيه على اساس ان تقام المباريات اولا في مدينه بنغازي، ثم بعد ذلك تقام في طرابلس العاصمه. تعليقي ان ده خبر يهمني بقى على المستوى العام، يهمني على مستوى الاطمئنان على الاحوال في ليبيا، ان ده مؤشر ايجابي ان في انفراجه سياسيه لصالح استقرار هذا، في استقرار حقيقي الجار الحبيب في الحبيبه ليبيا. ليبيا كمان مع منتخب مصر مساله مهمه جدا لنا في كره القدم، لانه منتخب مصر انتم عارفين في تصفيات كاس العالم، خلاص ده كاس العالم السنه الجايه ان شاء الله، ديسمبر السنه الجايه. فتصفيات كاس العالم مصر في مجموعه معاها ليبيا والجابون وانجولا. افريقيا متقسمه لعشر مجموعات، الناس نسيت برضو افريقيا اتقسمت لعشر مجموعات، كل مجموعه هيصعد منها الاول، يعني مصر معاها الجابون وليبيا وانجولا في فرقه واحده هتصعد، هيبقى في عشر اوائل صعدوا. العشر الاوائل اللي صعدوا حسب التصنيف بتاع الاتحاد الدولي هيقسمهم نصين، مين الخمسه الاوائل ومين اللي خمسه اللي بعد كده، ده التصنيف التراكمي بتاع الفيفا مش بتاع اليوفط، بتاع الفيفا في النظام اللي معمول بيه اللي ثابت وموجود لحد الآن. خمسة حسب التصنيف الأعلى مع خمسة حسب التصنيف الأدنى في قرعة بينهم، كل فريق هيلعب التاني مباراة ذهاب وعودة، الخمسة اللي هيكسبوا هيروحوا كاس العالم. طيب أنا بس عشان التعليق اللي أنت قلته يعني مش عايز أفوته، عايز أوضحه. أيوة، هو الفيفا بيصنف بناء على عايز يوصل إيه؟ المنتخبات طبقا للافضليه. يعني بنقاطها ده افضل من ده وده افضل. طب بيقول ايه؟ مين اللي كسب اكتر ولا مين اللي طبقا لمعايير محدده بالنقاط عنده نقاط اكتر؟ طلب طالما ان كاس العالم عشان برضه نقفل حاجات كتير، نادي القرن عايز يوصل نادي الافضل، هي مش معايير، نادي الافضل في ال 100 سنه اللي فاتت. فعملها ازاي؟ بالنقاط والبطولات التراكميه، ومستمر هذا النظام حتى الان ولا يحتاج عليه احد. بس كمل. طيب ده بالنسبه لرفع الحظر عن الملاعب الليبيه، والف مبروك للجماهير الليبيه عوده الحياه الى ملاعبها من جديد، وان شاء الله مزيد من الاستقرار لليبيا وملاعبها وكل شؤونها باذن الله.